على كورنيش النيل وجنب حي الدقي والمهندسين بتقع منطقة العجوز. لكن يا ترى مين اللي سماها العجوز؟ في أواخر عهد الخديوي إسماعيل قرر يبني مقر إقامة جديد في الزمالك، ففكر إنه يحول مجرى النيل عشان المنظر يبقى عظيم، فجاب مئات العمال اللي كانوا لسه راجعين من حفر القناة وشغلهم في حفر مجرى جديد اللي سموه وقتها البحر الأعمى، وبنى الكوبري اللي أصبح فيما بعد كوبري الجلاء، وتغيرت المنطقة. محمد شريف باشا صبري رئيس الوزراء في عهد الخديوي إسماعيل كان عنده 30 فدان في المنطقة، وكان نفسه يبني فيها مسجد، لكن الموت منعه. فجت أرملته نازلي هانم وقررت إن هي تحقق حلم جوزها وتبني المسجد. كان عمرها في الوقت ده 90 سنة، وبدأ العمال اللي شغالين في بناء المسجد يسموه مسجد الست العجوز، اللي هو مسجد النيل حالياً على الكورنيش. وبعد فترة الحي كله بقى اسمه العجوزة، وفي حي العجوزة سكن فنانين ومشاهير كتير، أشهرهم وحش الشاش فريد شوقي، والفنانة برلانتي عبد الحميد، وكمان كاتبنا الكبير نجيب محفوظ.